أمال ليه نجم أنت وشك أصفر كده وحالتك كرب وهزيل؟ في إيه مالك؟ طمنا عنك. والله ابو العباس جامد، لسه عامل تحاليل وطلع عنده انيميا وعنده هبوط ودوخه. تعرف انا لو قمت وقفت دلوقتي هنكف على وشه، تعبان خالص. ألف سلامة. طب الله بص بقى، يسلمك. أنت جيت في ملعبي، أنت كده بص أنت جيت في الحتة بتاعتي. انت هتجيب حبوب اللي هي فوليك اسيد وحبوب حديد هتلاقيها في الصيدليه، وهتجيب فيتامين سي وفيتامين دي ما يخسرش، ده واوميجا كله 3 برضه، وفوليك اسيد حلو اللي هو بيدوني الحوامل ده. وتسفلك بتاع حبيتين كل يوم من كل علبة، يعني في حدودها تاخد لك بتاع 7 8 حبات في اليوم، ولو على آخر الشهر لسه عايش ان شاء تعالى الله لي نكمل معاك عشت الأحلام. بقى، ان شاء الله ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، رزقنا الله وإياكم العلم النافع، متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. الكتير منا بل يكاد ما فيش بيت يخلو فيه واحد عنده أنيميا وعنده ضعف في كرات الدم الحمراء. الأم ما بتتغذاش كويس في فترة الولادة، فالابن للأسف يطلع مصاب بالأنيميا أو عنده نقص في الحديد. فايه التحليل اللي اطلبه من المختبر عشان اعرف اذا كان عندي انيميا ولا لا؟ بتطلب عده تحاليل، ولكن من اهمها تحليل صوره الدم الكامله اللي هو سي بي سي، منه بتعرف نسبه الهيموجلوبين قد ايه، والهيموجلوبين ده هو المسؤول عن موضوع الانيميا. لو في نقص يبقى انت عندك انيميا، ما فيش في نقص يبقى انت امورك تمام. بتعرف منه عدد كرات الدم الحمراء، لو العدد في الحدود المعقوله فده شيء كويس اللي هي الريد بلاد سيلز. بتعرف منه عدد كرات الدم البيضاء اللي هي الوايت بلاد سيلز. بتعرف منه عدد الصفائح الدمويه اللي هي البليتلتس. بتعرف منه حجم من الكرة نفسها، يعني حجم من كرة الدم الحمراء قد ايه اللي هي الهيماتوكريت. ده التحليل او اشهر التحاليل اللي هتعرف اذا كان عندك انيميا ولا لا اللي موجودة في صورة الدم الكاملة. وسبق شرحت حلقة قبل كده ازاي تقرأ التحاليل الطبية، فمن ممكن ان انت تطلع على التقرير تعرف اللي موجود فيه. ممكن تعمل تحليل الحديد او الحديد الحر اللي هو الفريتين. الحديد ده هتعرف برضو اذا كان عندك نقص في الحديد ولا لا، لان لو في نقص في الحديد اذا هيكون في نقص في الهيموجلوبين، اذا هيكون عندك انيميا. ممكن تعمل تحليل اللي هو البي 12 او حمض الفوليك. في الامراض المزمنه او في الحالات المزمنه طبعا بيتعمل تحليل هرمونات وتحليلات اخرى، فالتحاليل دي المهمه عشان تعرف اذا كان عندك انيميا ولا لا. ايه هو بقى تعريف الانيميا او فقر الدم الحاد او نقص الهيموجلوبين؟ الانيميا باختصار هو ضعف في عدد كرات الدم الحمراء او ضعف في حجم كره الدم الحمراء اللي هي شكلها بيبقى عامل كده. وظيفه الكره دي بايه؟ اللي هي بتحمل الاكسجين وتوزعه على انسجه الجسم، فلما تضعف الاكسجين ما بيوصلش للانسجه بشكل كامل، فيبتدي بقى الوش يصفر، يحصل دوخه، يحصل صداع وغيرها من اعراض الانيميا. ايه بقى انواع الانيميا ديت او انواع فقر الدم؟ يوجد 400 نوع من فقر الدم مقسمه الى 3 مجموعات. المجموعه الاولى فقر دم ناتج عن فقدان الدم، نزل منك كميه دم كتيره، حصل نزيف شديد فممكن يحصل فقر دم. فقر دم ناتج عن نقص او خلل في انتاج كرات الدم الحمراء، يعني ممكن نظام غذائي غير صحي، ممكن نتيجة العملية، نتيجة مشكلة او فيتامينات قليلة في الجسم او معادن، فيحصل نقص في انتاج كرات الدم الحمراء. النوع الثالث فقر دم ناتج عن تدمير كرات الدم الحمراء نفسها، يعني بالفعل الكرات موجودة ولكن بتتدمر اما نتيجة مرض مزمن او اورام سرطانية او غيره. تعالوا بقى بينا نعرف اسباب كل مجموعة دي ايه. احنا قلنا مجموعات بشكل عام، تعالوا بقى نعرف اسباب الحاجات اللي تحت المجموعة اللي تؤدي الى حدوث ذلك بتكون ايه. يعني لو قلنا مثلا فقر دم ناتج عن فقدان دم، يعني حصل فقدان في الدم بتاع الجسم اللي هو باختصار النزيف الشديد، وبيكون له اسباب، يا اما امراض الجهاز الهضمي، قرحه في المعده، البواسير، او اورام سرطانيه في المعده، او التهاب المعده. الادويه الغير استروديه اللي هي المسكنات والافراط فيها طبعا بشكل عام مضر، زي الاسبرين والايبوبروفين وغيرها من انواع المسكنات الكتير، طبعا الافراط فيها بيعمل مشاكل في المعده، فبناء عليه بيعمل فقر او فقد في كرات الدم الحمراء. فترة الطمس عند النساء اللي هي فترة الحيض او الدورة الشهرية عند النساء، لو حصل فيها نزيف شديد بيؤدي الى فقدان او فقد في كمية كرات الدم الحمراء، فيؤدي الى حدوث انيميا. بعض الصدمات او العمليات الجراحية، العملية الجراحية ادى من خلالها لنزف شديد، او صدمة زي حادث مثلا ادى من خلاله نزف شديد، فبيؤدي بعد ذلك الى حدوث انيميا او فقر في الدم. خلصنا كده المجموعة الاولى، نخش على المجموعة التانية اللي هو فقر دم ناتج عن خلل في انتاج كرات الدم الحمراء. الاولاني في دم بس حصل فقد فيه، يعني حصل نزيف او غيره. النوع التاني مفيش اصلا انتاج لكرات الدم الحمراء، فيها خلل، جسم مش
قادر ينتج كرات الدم الحمراء، وده طبعا بيكون ليه اسباب، ومن اسبابه ان جسمك مش قادر ينتج كرات الدم الحمراء، يا اما بسبب خطأ في كرات الدم الحمراء نفسها فيها مشكلة او فيها مرض او غيره، يا اما بسبب ان جسمك فيه نقص من المعادن والفيتامين اللي مفروض تكون موجودة بشكل كافي لانتاج كرات الدم الحمراء. من ضمن الاسباب للحاجات اللي احنا قلناها ديت مشاكل في نخاع العظم والخلايا الجذعية والحاجات دي اللي بتكون مسؤولة عن انتاج كرات الدم الحمراء. من ضمن المشاكل ديت زي الاورام في نخاع العظم عافانا الله واياكم، التسمم برصاص بلد الثلاسيميا، فالحاجات ديت بتؤدي الى ضعف في انتاج كرات الدم الحمراء. فقر دم ناتج عن نقص الحديد، ونقص الحديد ده باختصار ان النظام الغذائي بتاعك غير كافي بالحديد، اللي بتاكل نظام غذائي كلام اللي هو الفاست فود والحاجات اللي زي كده، بتشرب كافيين او اللي هي الحاجات المنبهه بكميه كبيره جدا، سواء اذا كانت من اللي هي المشروبات الغازيه او الكافيين اللي هي القهوه من على شكلاتها، بتتبرع كتير، تفقد كتير من الدم اثناء التبرع، اللي هو كورون ديزيز اللي هو مرض كورون اللي هو بيكون في القولون، استأصلت جزء من المعده، فقر دم منجلي، فقر الدم المنجلي ده ان الكره نفسها بدل ما هي مدوره كده بتكون على شكل هلال، ده بيكون بسبب ان هو انتقل عبر الجينات، يعني ما نقول من الام للابن، يعني هو احيانا بيكون وراثي. فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامين والمعادن الموجوده في الجسم زي فيتامين بي 12 او حمض الفوليك او المعادن الموجوده في الجسم زي من ضمنها الحديد مثلا. خلصنا المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، نخش بقى على المجموعه الثالثه، ودي من اخطر المجموعات في فقر الدم، اللي هو فقر دم ناتج عن تدمير خلايا الدم الحمراء، يعني بالفعل الكرة موجودة ولكن بتتدمر بتتكسر، والتكسير ده ناتج عن أورام عافانا الله وإياكم أو عن خلل وراثي أو غيره، وده بيكون بسبب إن كرات الدم للأسف بتكون هشة نتيجة الأمراض اللي إحنا قلنا عليها، فما بتتحملش الضغط اللي بيكون عليها وهي ماشية في الأوردة أو هي سيرانة كده وعبرة في الأوردة عشان تتوزع إلى جميع أجهزة الجسم، فبتتسبب إن الكرة بتنفجر فبيؤدي إلى فقر دم انحلالي، خلاص الكرات اتكسرت واتفجرت في قلب الأوردة، وده بيكون برضو لعدة أسباب، من أسبابها هجوم الجهاز المناعي على الدم اللي هي أمراض المناعة الذاتية زي الذئبة الحمراء، انتقال جيني زي ما احنا قلنا في فقر الدم المنجلي اللي هو بينتقل من الأم للأبناء، فهو بيكون بسبب وراثي او مرض الثلاسيميا، نقص الصفيحات التخثريه اللي هو البليتلتس بيكون فيها مشكله اللي بتعمل على يعني بتتحكم في كره الدم الحمراء، تضخم الطحال، الطحال بيكون مسؤول بنسبه مع الكبد في موضوع انتاج كرات الدم الحمراء، الاشياء اللي بتعمل ضغط او لود على الجسم مثل العدوى الفيروسيه او البكتيريه او السم العقرب او الثعبان او العناكب او الاطعمه المسممه، فدي بتعمل ضغط على الجسم فبتؤدي الى انحلال كرات الدم لانها بتعمل ضغط على الاورده فالكرات بتتكسر فبيؤدي الى انحلال الدم فيؤدي الى فقر دم انحلالي. السموم من امراض الكبد والكلى المتقدمه، يعني لو في مشاكل في الكبد او الكلى فبيؤدي برضو الى تكسير كرات الدم الحمراء. ترقيع الاوعيه الدمويه، الصمامات الموجوده في القلب، الاورام، الحروق الشديده، ارتفاع ضغط الدم الشديد، اضطرابات تخثر الدم، التسمم بمواد كيماويه معينه. فاحنا بكده خلصنا كل المجموعات اللي بتؤدي من خلالها لحدوث فقر الدم. طيب ايه بقى الاعراض او ازاي اقول ان الشخص ده مصاب بانيميا او فقر دم حاد او نقص في الهيموجلوبين؟ اصفرار في الوجه، تلاقي الوش لونه شاحب ولونه مصفر، صداع في الراس، دوار او دوخه، الشخص بيكون قاعد يقوم فاضل شويه ينكف على وشه بيحصل له دوخه والدنيا بتسود معاه، الم في الصدر، ارهاق شديد، مشاكل في النمو لدى الاطفال والمراهقين، لو طبعا لو الام بتتغذاش تغذيه سليمه فبيحصل مشاكل للطفل فبيؤدي الى فقر دم فبيحصل له مشاكل في النمو، بروده في القدمين واليدين، ضربات القلب يا اما سريعه او غير عاديه، يعني مش الضربات اللي هي المنتظم، الم في المفاصل وفي الصدر وفي البطن، التعب ضعف. فدي يعني مجمل الاعراض اللي بتتم من خلال نقص كرات الدم الحمراء او فقر الدم لو تم في الجسم. بعد اللي احنا قلنا ده كله لازم بقى نعرف الوقايه والعلاج، واهم من العلاج الوقايه، لان دي حاجه دايما بنركز عليها في الفيديوهات بتاعتنا، عشان تقي جسمك من الامراض او من حدوث اي مرض لابد ان انت تلتزم بنظام غذائي صحي او بعض المكملات الغذائيه بحرص عشان ما تتعرضش او ما تكونش عرضه للاصابه بالمرض ده. فعشان بقى تقي نفسك من
انك ما تقعش في مصيدة فقر الدم الحاد، لابد ان الطعام بتاعك يحتوي على فيتامينات ومعادن فيها نسبة عالية جدا من الحديد، لان الحديد ده مسؤول عن موضوع نقص كرات الدم الحمراء وفقر الدم الحاد، زي اللحوم البقرية، البقوليات، العدس، الفواكه المجففة، الخضروات الورقية ذات اللون الداكن، الحبوب الغنية بالحديد. وهسيب لكم روابط تحت فيها الحاجات دي كلها. المكملات الغذائية السبليمنت، ولكن اللي انت تاخدها بحرص، زي البي 12 او حمض الفوليك او مثلا حبوب غنية بالحديد او غيره، ولكن الحاجات دي اي نعم مفيدة للجسم، ولكن تاخدها بحرص لان لها تركيزات معينة لو زادت في الجسم هتسبب ضرر. فانت مش عشان مثلا عندك نقص في شيء فتسف منه زي ما انت عايز فبهدل جسمك، لان زيادة الحاجة عن حدها الطبيعي في الجسم بتؤدي لضرر، ونقصها عن حدها الطبيعي بتؤدي الى ضرر. ففي المعقول دايما بيكون هي دي النسبة المحددة ان الجسم بيعيش فيها في سلام. طيب هل في اطعمة واغذية بتحتوي على البي 12 والحمض الفوليك بشكل طبيعي بدل ما ناخد مكملات غذائية؟ في اللحوم ومشتقات الحليب ومنتجات الفول الصويا. حمض الفوليك هنلاقيه موجود في الفواكه وعصير الفواكه والخضروات ذات اللون الداكن، زي التوت الاسمر، المندر، التفاح، الباذنجان، حبة البركة. هنلاقيه موجود في البازلاء الحمراء والخضراء، هنلاقيه موجود في الفستق، هنلاقيه موجود في الفاصوليا الحمراء. فيتامين سي برضو مسؤول ان هو بيساعد في موضوع فقر الدم، وده هنلاقيه موجود في العصائر الحمضية، الفلفل، البروكلي، الطماطم، الفراولة، البطيخ. بعد ما اتكلمنا عن الانيميا، انواعها، الوقاية منها، اعراضها، نخش بقى على العلاج. العلاج بيكون على شكلين، يا اما بنسبة بسيطة يعني في فقر دم ولكن نسبته قليلة، يا اما في فقر دم مزمن. النوع الاولاني هتقدر تتحكم فيه من خلال نظام غذائي صحي زي اللي احنا قلناه كده مثلا عليه في الوقاية، بيكون غني بالفيتامينات والمعادن اللي بتكون غنية بالحديد او فيتامين بي 12 او حمض الفوليك او فيتامين سي او غيره. وضيف عليهم كمان دبس القصب اللي هو العسل الاسمر، ويا حبذا لو حطيت عليه طحينة اللي هي بتكون معمولة من الفول السوداني، او الشمندر لو حطيته على السلطات بتاعتك والعصير، او عسل النحل ذا اللون الداكن. اي عسل بيكون لونه داكن بيكون فيه نسبة حديد عالية، زي عسل حبة البركة، السمرة، الطلح، الشوكة، السلم، عسل الغابة السوداء، عسل الحنطة السوداء، كل دي بتكون غنية بالحديد. فالاشياء دي كلها لو بقت متوفرة في نظامك الغذائي فاعرف ان انت هتعالج النسبة البسيطة عندك من الانيميا، وبرضو هتقي نفسك من انك تقع في خطر الانيميا الحاد. كده خلصنا الشكل الاول من العلاج، نخش بقى على الشكل الثاني اللي هي انيميا مزمنة او فقر دم حاد. ده بيكون ناتج عن اورام او مشاكل في الجسم، الزئبة الحمراء او غيره. فده علاجه بيكون يا اما بادوية صيدلانية، يا اما بتتابع مع طبيب يوصف لك العلاج المناسب وفقا للحالة بتاعتك، لان ممكن يكون عندك مرض هو اللي مسبب فقر في الانيميا، فلابد انك تعالج المرض ده الاول وبعدين نخش على الانيميا. يعني تقدر تقول كده باختصار ان الشكل الاول من العلاج يشمل المجموعة الاولى والتانية من انواع فقر الدم اللي هي نتيجة لنزف شديد او خلل في انتاج كرات الدم الحمراء. اما الشكل الثاني من العلاج فيشمل المجموعة الثالثة من انواع الانيميا اللي هي في التدمير في كرات الدم الحمراء، وده بيكون من اصعب انواع الانيميا، وبرضو علاجها بيكون محتاج حرص ومحتاج التزام. اسأل الله ينفعنا واياكم، اسأل الله يمتعنا واياكم بالصحة والعافية. معلش طولت عليكم، ولكن الاطالة من باب الحرص، الاطالة من باب ان الموضوع مش هين، لابد ان انت ما تتهونش مع اي مرض بيطرأ عليك او على اطفالك. اجري شوف ايه السبب عشان تقدر تعالجه، يا اما بنظام تغذية مناسب، يا اما بعلاج صيدلي يوصفه لك الطبيب المباشر اللي انت بتكون معاه. سلام.